الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق بالنسبة للأمم هي سبب البقاء، وهي دليل التقدم والازدهار، وهي السبيل إلى التمكين والاستمرار. فإذا ضاعت الأخلاق في أمة فقد ضاعت الأمة كلها. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وصدق الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.